الناس ما بتفكش الخط للدولة وعايزة تصدى وتتكلم. لا ما ينفعش كده. الإعلام يخلي باله يا جماعة، انتوا عشان تتكلموا عن دولة اوعوا تزعلوا من اللي هقوله، اوعوا حد يزعل من اللي هقوله. انتوا عايزين تقعدوا تتعلموا سنين طويلة قوي، عشان في الآخر انت بتحول بتاخد فكرة الدولة بتعملها عايز تديها ببساطة للمواطن اللي بسيط اللي موجود في الشارع، وإلا هتديله حاجة غلط وتحبطه وتيأسه، لأنك أنت ما أنتش بتوصف الموضوع على غير، مش غير الحقيقة، أنت على قد معرفتك. وأنتوا فاكرين لما إحنا، أنا لما أجي أعمل قوة سياسية حقيقية في مصر، دي قوة سياسية دي اللي هتبقى مسؤولة عن الدولة دي بعد كده، دي لازم تتجهز وتتعلم صح صح الصح، عشان تعرف يعني ايه دولة الا ممكن بكلمتين على بميكروفون زي كده نضيع بلد، بقرار اخده اخرب بلد. لا 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 لا، انت وانت بتتكلم عن بلدك وعن مع ناسك او مع شعبك احذر. اذا كنت في ناس بتسمعك لما تكون بتكلم نفسك انت حر، قاعد مع اسرتك ما يجراش، قاعد مع اصحابك برضو ممكن تعدي، لكن وانت عايز تكلم شعب لا لا لا، انت تخلي بالك قوي.